أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات الغاليات، اليوم بإذن الله تعالى سنستخرج الأحكام التجويدية في سورة التكاثر. بسم الله نبدأ. في الآية الأولى ألهاكم، هنا أولا نحقق الهمزة في بداية الكلمة ونأتي ببينية اللام الساكنة. الها عندنا من الطبيعي في الألف، ألهاكم. هنا يجب الانتباه على الضم في الميم وعدم اختلاسها. ألهاكم كم التكاثر، ألهاكم التكاثر. التكاثر هنا الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها مضموم. حتى يوجد لدينا من الطبيعي في كلمة حتى في الألف، زرتم. في كلمة زرتم هنا يوجد ساكن اللي هي الراء الساكنة بين متحركين، بين الزاي المضمومة والتاء المضمومة، فهنا يجب علينا أن عدم ضم الشفتين في جميع هذه الحروف. يعني ما نقول زرتم، هنا راح تتحرك الراء، فيفترض أن نرجع للساكن. زرتم، زرتم المقابر. المقابر هنا اللام ساكنة تكون يعني لدينا صفة البينية للام. الم، الميم هنا مرققة. المقا، القاف مفخمة من الدرجة الأولى لأنها مفتوحة وبعدها حرف مد. المقابر، نتم كسرة الباء ونرقق الراء لأنها وقفنا عليها بالسكون وقبلها حرف مكسور. كلا، كلا سوف تعلمون. كلا، هنا نأتي ببينية اللام الأولى الساكنة ويوجد لدينا مد طبيعي في الألف. سوف، الواو هنا لينة لأنها ساكنة وقبلها مفتوح. تعلمون، في كلمة تعلمون عندما ننطق النون هنا ننطقها كاملة عند الوقف ونعطي التوسط لحرف العين، وعند الوقف على كلمة تعلمون هنا يوجد لدينا مد عارض للسكون بسبب تسكين النون، والنون سبقها حرف مد وحرف المد سبقته حركة مجانسة له وهي الضمة. ثم كلا سوف تعلمون. ثم هنا أيضا نضم الثاء ثم نرجع لسكون الميم ونأتي بغنة الميم المشددة بمقدار حركتان. كلا أيضا هنا مد طبيعي في الألف. سوف أيضا هنا الواو لينة. تعلمون أيضا نقف عليها بمد عارض للسكون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو، الواو هنا لينة ساكنة قبلها مفتوح. تعلمون نأتي بالتوسط لحرف العين وذلك ببينيته. تعلمون علم اليقين، العلم هنا اللام نأتي بصفة البينية لها. الياء، الياء هنا الياء مرققة. اليقين
ونفخم القاف. اليقين نقف عليها بمد عارض للسكون، لأنه النون ساكنة قبلها حرف مد ياء، قبل حرف المد ياء حركة مجانسة له هي الكسرة. لترون الجحيم. لترون هنا يجب علينا تناسق حركات الفتح وذلك بمساواتها، لا ترى لترون، ونأتي بغنة النون المشددة بمقدار حركتان. لترون الجحيم، هنا همزة الوصل تسقط وصلا، ونأتي ببينية اللام الجحيم، أيضا هنا نقف بمد عارض للسكون. ثم لترونها عين اليقين، أيضا هنا في كلمة ثم نأتي بغنة الميم المشددة بمقدار حركتان. لترى لترى، هنا أيضا نتم حركات الفتح. لترونها، نأتي بغنة النون المشددة، نها هنا الهاء مرققة، عين الياء لينة لأنها ساكنة قبلها مفتوح، عين النل، هنا نتم حركة الفتح في النون وهمزة الوصل تسقط وصلا، ونأتي ببينية اللام عين اليقين، أيضا هنا الياء مرققة والقاف مفخمة، ونقف بمد عارض للسكون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أيضا هنا نأتي بغنة الميم المشددة بمقدار حركتان. لا تس، هنا نأتي برخاوة السين. لتسألن، نأتي بغنة النون المشددة. يومئذ، الواو هنا لينة. يومئذ عن، يومئذ هنا فيها تنوين كسر متساوي وبعده حرف العين، وعندنا إظهار حلقي. يومئذ، يومئذ عن النعيم، نتم حركة الكسرة في النون عننا، ونأتي بغنة النون المشددة النعيم، ونقف عليها بمد عارض للسكون. بذلك غالياتي نكون أنهينا شرح سورة التكاثر. لله الحمد من قبل ومن بعد. بارك الله فيكن يا غاليات، وفقني الله وإياكن لإتقان تلاوة كتابه العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.